والجهود الحكومية لم تتوقف على مدار الساعة، والمساعدات الإغاثية من الأصدقاء والأشقاء لم تتوقف لا في الليل ولا في النهار، وهدفها الأساسي تخفيف آثار الزلزال المدمر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الندوة الخاصة التي سوف نتحدث فيها عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية لتخفيف آثار الزلزال المدمر وتحديدا في القطاع الصحي. ابقوا معنا رجاء. في حزن وسع المدى، في وجع جوع عميق، ما لحقنا ننزل، نزلت البناية. لا صوت باقي ولا صدى، ولا مين يكفي الطريق. أمي ماتت. كنتي وولاد ابني ثلاثة يا عمري ماتوا. نحن بنطلع كبس الحيطان علينا السقف، لما مثل كأنه واحد دايم بقبر، ما في حركة، ما فينا ما نتحرك. راحوا اللي هون تجمعوا، ضليت حط ايدي بيد ابني حركه يحرك ايده. والله جاي سلم حالي لها المشفى، بدي لك يقطه ويوصله لها لها المصابين البريئين هذول. أنا قربان سوريا. في حزن وسع المدى، في وجع جوع عميق، لا صوت باقي ولا صدى، ولا مين يكفي الطريق. مشاهدينا الكرام، هلا رح نكون مع هيدا العرض مع زميلنا رأفت كحيلي حول المساعدات الطبية الإغاثية وحتى من التجهيزات الطبية التي قدمت لسوريا بعد كارثة الزلزال من الأصدقاء ومن الأشقاء. نتابع هيدا العرض ومن ثم نعود. أضرار كبيرة خلفها الزلزال في محافظة اللاذقية والتي طالت مختلف المناحي، فالقطاع الصحي تحمل القسط الأكبر منها، ليزيد من حجمها الحصار الاقتصادي الجائر أحادي الجانب ليكون العمل في ظروف صعبة. لتأتي قوافل المساعدات الطبية من الدول الشقيقة والصديقة، وتأتي زيارة وزير الصحة الإماراتي الدكتور عبد الرحمن العويس إلى مشافي اللاذقية برفقة وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش. التواصل المستمر، اليوم نحن مهمتنا الأساسية بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد وزير ديوان الرئاسة بمتابعة الاحتياجات الصحية والطبية مباشرة من الميدان. فريق عمل موجود من إخوانكم وأخواتكم المختصين في هذا المجال سيقومون بدراسة الوضع بحيث تأتي لإكمال ما تم البداية فيه. اليوم متخصصة في الفريق اللي سيبقى الآن مع إخوانهم في القطاع الصحي، ما شاهدنا قبل قليل إخواننا في القطاع الصحي في الجمهورية السورية يواجهون تحدي ما في شك، ولكن يعني محزن الأمر الذي يعني حدث، ولكن مفرح ما نراه من طاقات شابة تواجه كل التحديات بقوة بجرأة. كل الدعم الحقيقة طرحه وقدمه معالي وزير الصحة
أكيد التعاون في القطاع الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ليس يعني لحظي، ولكن دائما كانت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها وتوجيهات أكيد قيادة السورية، توجيهات قيادة البلدين لدعم هذا القطاع لما فيه خدمة، تأمين الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين. كل الشكر لدولة الإمارات قيادة وشعبا، ونتطلع لمزيد من التعاون واستمرار هذا التعاون والارتقاء به. يستمر تقديم المساعدات من دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى صحة اللاذقية، وزيارة وفد طبي من مختلف الاختصاصات إلى المشافي برئاسة الدكتور سالم الفلاسي. طبعا بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد للقوات المسلحة، تأتي طبعا زيارة الفريق الطبي الإماراتي المشكل من عدة جهات صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جهود فارس عملية الفارس الشهم 2 والتي الآن باتت في مرحلة التعافي والتأهيل، طبعا للوقوف على احتياجات المستشفيات والقطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية للنظر في احتياجات أخواننا من الشعب السوري وإمكانية المساعدة في توفيرها. وبالتوازي جمهورية روسيا الاتحادية قدمت أكثر من قافلة مساعدات طبية إلى مديرية الصحة، بالإضافة إلى إقامة نقاط طبية مجهزة في بعض قرى الريف المتضرر. Я начальник медицинской службы российской группировки из Хмимима Александр Николаевич, доктор. Медицинская служба продолжает оказывать адресную гуманитарную помощь братскому сирийскому народу. Мы распределяем и доставляем. الخدمة الطبية مستمرة بإعطاء المساعدة الطبية اللازمة للشعب السوري، وسننظم عمل إسعافي وطبي للمصابين من الزلزال وإعطائهم كل ما يحتاجون من أدوية. نحن كوننا فريق مع المركز الطبي باللاذقية و33 موقع آخر، ونقدم أدوية إسعافية. نأمل أن تكون مساعدتنا قيمة للمتضررين من الزلزال باللاذقية، وسيكون لنا دور بتأمين الأدوية لمراكز العناية الطبية. гормональные препараты, антисептики. Надеюсь, что наша помощь будет весьма ценной для медицинских организаций, для провинции Латакия. Ежедневно с 6 февраля, как случилась трагедия, российская группировка. كل يوم بعد زلزال 6 شباط بعد الحادثة المؤلمة عم نساعد الشعب السوري بعيادات طبية والتجهيزات اللي عم تيجي من روسيا. كل يوم عم نكون بإحدى النقاط بقرى ريف اللاذقية لتقديم المساعدة وتسهيل وصول الأدوية إلى المتضررين من الزلزال. чтобы людям легче было перенести вот ту трагедию, которая случилась на сирийской земле. يستمر تقديم المساعدات الطبية من قبل الدول الشقيقة والصديقة إلى القطاع الصحي للتخفيف من التداعيات التي خلفها زلزال 6 شباط. جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأكارم. بدي رحب فيك أستاذ تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أستاذ تيسير، خلينا نحكي بموضوع جدا هام ما يتعلق بالاستجابة الميدانية الطارئة اللي قامت فيها محافظة اللاذقية وكل الجهات المعنية بهذه الكارثة، وبالتأكيد هي كل الجهات الحكومية في محافظة اللاذقية، وأيضا كان لها عون من باقي المحافظات الأخرى. أتحدث عن الاستجابة الأولية ربما في أول 3 أو 4 أيام، وبعدها كيف بدأت تتنظم حتى وصلنا إلى اليوم، ونتحدث بتفاصيل ما هو الذي نظم اليوم وتعملون عليه. نعم، تفضل. طبعا بداية الرحمة على كل من قضى جراء هذا الزلزال والشفاء العاجل للجرحى. طبعا صبيحة 6 من هذا الشهر ضرب المحافظة الزلزال، ومباشرة تداعينا إلى اجتماع صبيحة اليوم 6/2 في مكتب السيد محافظ اللاذقية
مع كافة المعنيين في المحافظة وفرع الحزب واللجنة الأمنية وقيادة الشرطة ومديرية الخدمات الفنية والزراعة، إضافة إلى بعض الشركات الهندسية، وتم مباشرة توزيع المعنيين على المناطق المنكوبة واستدعاء آليات هندسية لتنفيذ عمليات الإنقاذ مباشرة. طبعا أيضا كان هناك تجاوب من المجتمع الأهلي واندفعوا تلقائيا إلى مواقع الانهيارات الأبنية وبادر الجميع لإنقاذ الأحياء إن أمكن. في هذه الأحيان تم مباشرة الشخوص إلى مواقع الانهيارات وتقدير الاحتياجات في كل موقع من آليات هندسية وقوى بشرية، ولكن الحجم الكارثي كان كبير جداً. فنتيجة ذلك تم التواصل مباشرة مع السيد وزير الإدارة المحلية والسيد رئيس الحكومة الذي بدوره أوعز إلى كافة المحافظات لتأمين الآليات الهندسية التي تساعد في رفع الأنقاض وأنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض. هذا الأمر استمر لعدة أيام. مباشرة بعد أن انتهت عملية رفع الأنقاض ورفع الأنقاض باشر المعنيين في المحافظة بالتحضير لتأمين الذين تضرروا جراء الزلزال في مراكز إيواء افتتحتها المحافظة مباشرة، وتم تشكيل غرفة عمليات من قبل السيد المحافظ للقيام بالمهام المطلوبة تجاه هؤلاء المتضررين. أيضا هناك لجنة الإغاثة الفرعية برئاسة السيد المحافظ قامت باجتماع وقامت بتوزيع الأدوار لإيصال المساعدات للمتضررين. صح، طبعا نحن مش عم نحكي عن موضوع بسيط، هون موضوع التنظيم في كارثة هو موضوع جدا صعب الوصول إليه. أيضا يعني أستاذ تيسير، يعني كان في هناك مساعدة من العديد من الفرق من الأصدقاء ومن الأشقاء الذين ساعدوا في عملية الإنقاذ. اليوم خلينا نحكي عن التنظيم. يعني بالأيام الأولى لا أحد ينكر أنه كان هناك حالة من الخوف من الضياع، توجه إلى هنا معلومة، تتوجه الآليات إلى منطقة أخرى، ونحن بعد حصار مش موجود عندنا لا التكنولوجيا ولا العدد من الآليات الكافي. خليني أحكي اليوم أين وصلنا اليوم، التنظيم من ناحية الشؤون الاجتماعية والعمال، توزيع المساعدات الإغاثية والطبية، هذه المواضيع المتعلقة بحياة الناس، وإلى متى سوف يبقون في مراكز الإيواء؟ طبعا كما ذكرت في بداية الكارثة، وخاصة نحن كنا في مرحلة حصار لأكثر من 10 سنوات، لا يوجد لدينا الإمكانات الكافية للتعامل مع هذه الكارثة، ولكن وجود أخوتنا في الدول المجاورة كفرق إنقاذ ساهم في إنقاذ أحياء، ومساعدة الدول الصديقة أيضا ساهم في تقديم المعونة للمتضررين. طبعا في البداية كما قلت كانت عمليات الإنقاذ وتقديم الإعانات وفتح مراكز الإيواء إلى حد ما غير منظمة، إنما لاحقا هذا يمكن حالة طبيعية. نعم حالة طبيعية، لاحقا تم تنظيم هذا الأمر ووقفت الجمعيات الخيرية والمؤسسات الموجودة في سوريا مثل الأمانة السورية للتنمية ومؤسسة العرين والهلال الأحمر إلى جانبنا، وقمنا كما ذكرت بإحداث غرفة عمليات للمحافظة بقرار من السيد المحافظ. هذه الغرفة قامت بكل الإجراءات لاحقا. طبعا عملية استكمال هذه الأعمال أكيد هناك تنظيم أكثر، وخاصة صار لدينا قاعدة بيانات كافية، شيء هام جدا. نعم هذا الأمر ينظم العمل وسيؤدي إلى وصول المساعدات إلى المستحقين مباشرة ووصول إلى وصول إليهم في أماكن وجودهم، حيث أن في البداية مراكز الإيواء استوعبت عدد لا بأس فيه، ولكن العدد الأكبر هو كان باستضافة المجتمع الأهلي في الأرياف، وحاليا الهدف هؤلاء الوصول إليهم وتقديم الإعانات إليهم إن كانت مساعدات غذائية أو طبية أو غيرها. صحيح. آخر سؤال أستاذ تيسير، ربما الناس كثير عم تسأل هلا حاليا هذا السؤال، إنه إلى متى
هل هناك وضع خطط ربما لسكن بديل أو لسكن دائم في المرحلة المقبلة؟ خلينا نعرف من حضرتك ربما تفاصيل مطمئنة، ما الذي يدرس الآن؟ يعني كلنا تابعنا وشاهدنا ربما غرف مسبقة الصنع، خيام ما إلى هنالك، هل هذا الوضع سوف يدوم إلى فترة زمنية طويلة قصيرة؟ متى سوف نصل إلى مرحلة بناء سكن دائم؟ نعم، هلأ من بداية الكارثة طبعا نحن كمحافظة طالبنا كل من زارنا من الدول الصديقة والمنظمات الدولية التدخل لدعم المتضررين وتأمين مساكن بديلة لائقة لكافة المتضررين وخاصة للذين تهدمت بيوتهم أو تصدعت وغير قابلة للتدعيم. وهذا الأمر لاقينا بعض من الدول الشقيقة والصديقة استجابة في هذا الاتجاه لتأمين مساكن بديلة، وكنا نحن على طبعا الفترة الماضية قد جهزنا بعض من قطع الأرض الموجودة في اللاذقية وجبلي لاستيعاب هذه المساكن، والجانب الذي سيقوم بتمويل وتركيب هذه المساكن قام بزيارة أو كان مجموعة من المهندسين المختصين قاموا بزيارة لهذه المواقع وسيختارون المناسب منها لتركيب هذه المساكن. وبالنتيجة نحن كمحافظة الهاجس الأكبر لدينا هو تأمين وإيواء كافة المتضررين في هذه المساكن. سكن دائم إن شاء الله. سكن دائم إن شاء الله يا رب. أستاذ تيسير عندي أتشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا لك. شكرا جزيلا. ابقوا معنا مشاهدينا الأكارم. فيكم من جديد مشاهدينا، وبدي رحب فيك دكتور موفق صوفي، حضرتك عضو مجلس محافظة اللاذقية وأيضا عضو في لجنة الإغاثة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني. دعنا نتحدث بداية، وربما من المهم جدا التنويه إلى الجهود التي قامت بها محافظة اللاذقية والجهات المعنية للاستجابة السريعة تحديدا في القطاعات الصحة والدفاع المدني والشؤون الاجتماعية والعمل. أهلا وسهلا فيكم، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، وإن شاء الله بتكون خاتمة الأحزان هيدي اللي صارت مرت على بلدنا سوريا. نحن طبعا من خلال مكتبي اللي هو مكتب شامل هالثلاث قطاعات اللي احنا سوريا اللاذقية اجت ابتلت فيها اللاذقية، ونحن من اللحظات الأولى الزلزال طبعا كان الناس بشكل عفوي قامت وساعدت واشتغلت يعني بما يمكنها من ذلك بكل امكانياتها المتواضعه، بحيث ما في بعد ساعتين احنا كنا بالمحافظه مجتمعين، سيد المحافظ طلبنا واجتمعنا عملنا خليط ازمه يعني، وصار كل مكتب تنفيذي صراحه كله اخذ عمله واختصاصه، وكنا بيد واحدة عم نشتغل. وكانت عم تعرفت من خلالنا نحن كانت الإسعافات الأولية هي أهم شيء ورفع الأنقاض، والحمد لله نجحنا بما استطعنا من آليات تعرفت الحصار اللي تم علينا على سوريا، الحصار الجائر على سوريا، يعني هذا أثر كثير على الانقاذ. يعني لو بتعرفت سوريا طول عمرها مع السنة عندنا حصار، سوريا طول عمرها مواكبة للحداثة بأجهزتها بأطباء باختصاص بكافة الاختصاصات، ولكن كان الحصار علينا حتى على تعرفت قلم الرصاص كانوا محاربينا. صحيح. فنحن وهذا يعني دائما انا بقولها من حتى بدي احط الشهداء اللي سقطوا برقبة الغرب صراحة، يعني لأنه لو كان عندنا نحن هالأجهزة الآليات لرفع الأنقاض، لو كانت أجهزة حديثة وتواكب هالعصر وهالأمور في تطور تقني كتير كنا صدقني كنا أنقذنا العالم أكثر. طبعا دكتور موفق، نحن عم نحكي عن 12 سنة حصار، لا تجهيزات جديدة، ربما حتى قطع غيار، حتى استيراد لتجهيزات وآليات جديدة كي نتعامل مع هكذا.
الكارثة. أيضا بدي أحكي مع حضرتك بالاستجابة الميدانية الطارئة اللي قمت فيها، إن كانت بتوجه الناس إلى مراكز الإيواء من أجل تخديمها. نحن عم نحكي ربما عن مدرسة مجهزة بخزان واحد فقط من المياه، ربما تواجد فيها أكثر من 1000 أو 2000 شخص يحتاجون إلى تزويد دائم بالمياه، يحتاجون إلى حتى معالجة موضوع الصرف الصحي نتيجة العدد الكبير الذي توجه إلى الإيواء من المتضررين من هذا الزلزال المدمر. خبرنا تحديدا عن عملكم في هذا المجال والموضوع. سؤال حلو. يعني كان نحن بالفعل مدرسة بتعرف معدل للطلاب ليغسلوا ايديهم ليشربوا مي للامور هذه، فكيف دخلت عائلات معهم اطفال معهم مسنين ناس مسنة مريضة، فهذه كانت تتطلب لنا علينا جهود كثير كبيرة كانت صراحة. ونحن يعني كان التعاون التنسيق مع الاطفاء كان مشكورين جدا، كانوا كثير كثير متجاوبين بالاضافه لعملهم كدفاع مدني كحفاظ وك صح. فنحن كنا دائما ننسق معهم، يبعثوا سيارات مزوده بالمياه للخزانات، وزدنا عدد الخزانات المياه تعرف ما راح تكفي يعني. وكانت في الاول شوي تعرف الخوف والفوضى كانت عارمه، مين من كان بده ينزل يقعد في المدرسه، مين من كان بده ينزل على الجامعه، مين من كان بده يطلع بدك العالم كله طلعت برات بيتها من خوفها. يعني هذا بينطبق علي وعليك وعلى كل الناس طبعا، الخوف هذا شيء امر طبيعي يعني عند الانسان. فنحن زدنا حتى من عدد كثير خزانات لمدارس، وفي اطفائيه جواله يعني على دائما على المدارس لو عبر التليفون لو خلص مثلا ابكر، ايام ما بتخلص من المدرسه ابكر صح. فنحن دائما على اتصال مع المعنيين في الاطفاء اللي بعتوا سياراتهم، لحتى الصرف الصحي كمان كنا عم نبعث ورش لتصريف المياه الاسنه، لانه في ضغط صار كثير وضغط من الناس عليها دي. وكنا موفقين الحمد لله، والكل عم يشتغل بعمله كله بجهود جبارة وبجهود يعني بسيطة، بس الحمد لله نفس الناس عارف من الصدمة وصرنا عم نباشر عملنا بترتيب. يمكن اليوم صرنا عم نحكي عن آلية عمل منظم أكثر طبعا 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 من اللحظات الأولى. نحن لما أنشأنا غرفة عمليات وأنشأنا شيء اسمه لجنة إغاثة، يعني هذا كان باليوم الثالث من صح. الكارثة كتير كتير تحسن أدائنا، تحسن لحتى مشكورين أنتم إعلاميا، يعني كمان لكم الفضل كان بتسليط الضوء إنه لهالناس الخايفة إنه ترجع. يعني ما بقى يعني الزلزال الكبير يعني كان له أثره، بلشت تخف الهزات، بس يعني تعرف كيف الامور بدها شائعات اكيد يعني. الخوف ما فينا نلوم اي شخص خاف على يعني رب اسره خاف على عائلته على اطفاله يعني. ممكن توجه لمدرسه او لجامع او لمركز ايواء. بالنهايه هلا حاليا احنا عم نحكي عن تنظيم هيدي الفكره، خلينا نحكي فيها ان كان بما يتعلق بالشؤون الاجتماعيه من ناحيه ربما احصاء الاعداد، انا اقصد الموجود بمركز الايواء او المتواجدين في مناطق متضرره من اجل إيصال المساعدات إليهم بطريقة منظمة أكثر تضمن حقوقهم. هلا نحن أول شغلة لما تنشئت لجنة الإغاثة، نحن فورا عملنا على تحديد مراكز إيواء تكون هيدي منظمة تابعة، لأن عم يوصلن لهالناس نقدر نوصلن الأكل الطعام المواد السلال الغذائية الأدوية. يعني نحن ما بس هي الأكل والشرب، حتى بدك تطلع أنت على في عندك مسنين عندهم امراض مزمنه، في عندك اطفال، في شريحه حليب الاطفال، في عندك الحفوضات، يعني هذول كلهم بدك تقوم فيها، كانه انت عندك اسره بهالمركز وبدك تقوم فيها واجبك تقوم فيها. يعني كله كنا قايمين فيه انه فيه بشكل جيد جدا. ما بقول لك انه يعني 100% الا ما تطرق يعني امور معينه، فبس في رضا يعني وين كنا وين صرنا يعني الحمد لله رب العالمين. وهلا يعني نحن لجنة الإغاثة يعني الإشراف على هالمراكز صح، نشرف عليهم نشوف هل زاد عددها هل نقص عددها، شو الوضع الصحي للناس اللي فيها، مشان نبعث نحن أكيد دائما من أطباء. هلا بلشنا
هلا بلشنا بالامراض النفسيه طاقم لاطباء نفسانيين ومرشدين نفسيين، يعني هلا بلشنا نبعث العاب للاطفال، بلشنا يعني امور كثير لنهدئ من روعهم. بتعرف الطفل كثير تاثر بهالمرحله، كثير تاثر الطفل بهالمرحله. كان هو الهدف الإن الاول، يعني صراحه كان نحن بس كان عندنا مواضيع الانقاذ والترتيب هالامور هذه، كان هذا كان الاولويه. انها هلا صرنا ما بعد الصدمه، هلا هون العمق، هلا الصعوبات بتبلش، هلا بتصير الامور بدات ربما تتكشف اثار هذا الزلزال، ليس فقط بالابنيه المتهدمه او المتصدح، تحديدا بمجال الشؤون الاجتماعيه والعمل. هذا موضوع جدا هام، حضرتك افادتني بجزء ربما منه ما يتعلق بالعامل النفسي، لكن ايضا دكتور موفق، يعني هناك كثير من الناس لم تتوجه الى مراكز الايواء او المدارس او الجوامع، ربما توجهت الى اقاربها. صار عندكم توجه لهم يعني بمنطقة متضررة من الزلزال، ربما لم يتوجهوا فقط إلى مركز إيواء، توجهوا إلى ذويهم. بمجال الشؤون الاجتماعية والعمل كان في تواصل وتأكيد، هو أكيد، بس نحن عم نحكي بالفرق ما بين اللحظات الأولى أو الأيام الأولى والآن بعد أن تنظم، كان هناك تنظيم لهذا الواقع. طبعا بكل تأكيد، هلا نحن يعني مكتبنا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل، يعني من مهامه لحتى الإشراف على الأمور الاجتماعية اللي هي عن طريق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، اللي هي بتنظم عملها مع هالجمعية، مع هالجمعية الإنسانية ولا المنظمة. فنحن صرنا ندعم لحتى الجمعيات نزل عندها المساعدات، لأنه بتعرف جمعيات مواقع في متفرقة في ضمن المدينة أو بالريف، كثير عندنا جمعيات عدد لا بأس به، والكل قاموا بعملهم بشكل جيد ومنظم، ونحن عم ندعم هالجمعيات مشان تساعد، لأنه بمناطقهم المحلية بكل منطقة وين متواجدة الجمعية بدأت تساعد الأهالي ضمن هالمنطقة الشرقية، يعني مو بس الموجودين بمراكز الإيواء إنما أيضا الموجودين عند ذويهم. ونحن هلا يعني أنا هلا بلشنا بعد ما مرقت هالفترة هيدي، صار هلا ننظر لهالشريحة من الناس يلي هي ناقدة عند أقرباء أصدقاء هيدي. وبتعرف احنا مجتمعنا الشرقي يعني ما شوي في حساسية انه ما فينك انت تقول ولا تروح مثلا تقدم كتاب، ولا انا عندي قرايبيني انا، صح بتعرف احنا كيف نظرتنا على الامور هذه. فلا هلا بلشت تتكشف الامور وعم تجي الناس تقدم وراء انه انا نازل عند قريبي، عند صديقي، عند بتعرف سبب الظروف الاقتصادية اللي كنا عايشينها لفترة الحصار لحتى الناس هي متضايقة يعني. فهلا نحن بلشنا بدأنا انه نعطي مساعدات للمستقبل الضيف اللي عنده، وللمستقبل للنازل لأنه بسبب ضيق الاقتصاد والمعيشة هذه. فبلشت الأمور هلأ تتحسن وتنظم أكثر، دوما هي كلمة يعني تتنظم أكثر، بلش تزمر شوي يخف يعني أنا لاحظت صراحة، لأنه نحن ما صرنا هالفترة طويلة. لا خلينا نحكي بشغلة دكتور موفق، يعني بعد حصار 12 سنة ضمن الامكانيات، دوما بنقول نحن امكانيات متوفره، نحن بعد 12 سنه حصار عن جد امكانياتنا جدا يعني محدوده لتلبيه احتياجات الناس، ربما كان هناك بحاجه للتعاون، يعني اقصد كمسؤوليتكم كمحافظه، ايضا الجمعيات الخيريه المتواجده، ايضا بعض الناس، يعني كان للناس دور كبير في اخباركم، ربما نقل المعلومه الصحيحه بيلعب كثير دور كبير. يعني خليني انا احفظ كلمه السؤال، انه انا كثير صعب لما بتوجه انه انا موجود عند اقاربي وبحاجه، في صعوبه، يمكن الناس ساعدت توصل هيك معلومه. هلا نحن هيك حطينا هلا الشغله على المخاتير ورؤساء البلديات صراحه، المختار أدرى في منطقته. يعني صار هلا نحن عم يجينا بيانات عن كل حي، عن كل منطقة. وبعد هلا لحد الآن هي بلشنا فيها، صار لها هلا شيء تقريبا مثل 4-5 أيام. للشغلة اللي عندنا للناس الإفراديين اللي بدك تقول مال ضمن مراكز الإيواء، لأنه نحن تسلط الضوء أكثر شيء على مراكز الإيواء. مراكز الإيواء الحمد لله هلا بظن أنا ما ناقصهم شيء نهائيا. ولكن هلا نحن شغله وحده بس، يرجعوا بيوتهم ان شاء الله قريبا، ان شاء الله كنت تسمعوا اخبار حلوه باذن الله تعالى قريبا.
في امور بدها تتكشف وتشوفوا انه هالناس هذه نحن ما بنقبل. اكيد نحن لاشقائنا اللي اجوا لعنا ما قبلنا يناموا بخيمه، صح. استقبلناهم في بيوتنا، بقى كيف نحن اهالينا؟ نحن كيف اهالينا ما رح نقبلهم يقعدوا هالقعده؟ ولكن الظروف بتعرف يعني. فالمخاطير هلا بلشت تبعت لنا بيانات عن اسماء هالناس، عن اسماء العائلات النازله، ونحن ضمن غرفه عمليات كل يوم نقعد ننظمها ونبلش بقينا منطقه نبعتها عن طريق جمعيات. عندك العرين، عندك السورية للتجارة، عندك أمان السورية للتنمية، أمان السورية، وعندك البطريركية، وعندك الهلال الأحمر. يعني كلنا هلا بلشنا الحمد لله، بلشت الأمور تتجلى وتصير أفضل بكثير من أيام زمان. هذول كانوا شريحة منسية صراحة، ما حدا يفكر فيهم، وهم يخجلوا، واللي نازل عندهم يخجلوا، هم النازلين يخجلوا يقولوا. فهذا هلا عم نستهدفهم، هون بقى هلا شغلنا عملنا هلا ان شاء الله يا رب. بالاضافه لان شاء الله سو بدهم، يعني نحن ما راح نتركهم لاهلنا بالمراكز ايواء، في ان شاء الله بده يصير شقق سكنيه جاهزه ان شاء الله، ان شاء الله على الوقت القريب العاجل. اتفقنا مع شركات وان شاء الله بتسمعوا اخبار حلوه ما فينا نفسر فيها يعني. ان شاء الله يا رب هالاخبار الحلوه نسمع فيها وعلى عجاله، لانه بالنهايه كل شخص بالتاكيد يتمنى، يعني دائما المنزل هو الامان بالنسبه لكل عائله. طبعا طبعا. دكتور موفق، انا بدي اتشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا شكرا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاكارم، واسمحوا لي ارحب بالدكتور سامر احمد معاون مدير صحه اللاذقيه. وبالبدايه اسمح لي دكتور سامر انه نتشكر جهودكم المبذوله منذ الايام الاولى وحتى اليوم، يعني ما كان في ابدا استراحه بين الليل والنهار، عملكم لا يقتصر فقط بمديريه الصحه او بالمشافي، انتم حتى ميدانيين بمراكز الايواء، كل ما يحتاج لعلاج طبي او معاينه طبيه او استشاره طبيه انتم كنتم موجودين، لذلك وجب الشكر والتنويه على هذا الموضوع. بداية اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتكم. هلا دكتور، خلينا نحكي عن موضوع هام جدا اليوم، وجود عدد كبير من الناس في مكان واحد، مركز الايواء، ربما ينبئ بوجود امراض معينه او انتشار لامراض معينه. انا بدي احكي عن هذا الموضوع، بدي اطمن، بنفس الوقت بدي احكي عن الجهود اللي انتم عم تبذلوها بزياراتكم لمراكز الايواء. نحن نحكي عن مدارس، عن جوامع اضافه الى مراكز الايواء. خبرني بالتفاصيل، بالتفاصيل دكتور سامر لو سمحت. الحقيقه بعد الكارثه الكبيره اللي حلت فينا، الحمد لله مرحله الاستجابه الاولى كاستنفار المشافي وعلاج المصابين والرحمه لارواح الضحايا ونعزي اسرهم بالمناسبه، يعني الاستجابه الاولى كانت علاج للمصابين، كان في اصابات حادة وإصابات متوسطة، الحمد لله تجاوزنا لهذه المرحلة. هلا حاليا نحن بالمرحلة الثانية من الاستجابة اللي هي في الحقيقة مراكز الإيواء. مراكز الإيواء عبارة عن عدد كبير من الناس بمكان محدد. نحن في برنامج بمديرية الصحة، في برنامج معين بعد الاستنفار اللي حصل بالمديرية لتغطية كل جوانب الكارثة، هالبرنامج هو عبارة عن فرق جوالي بكادر طبي وكادر تمريضي. هذا الفرق بسيارات بدأت تتنقل وفق محاور معينة مجهزة، ما بوجود أدوية، بوجود كل المستلزمات الطبية، في سبيل يعني نلم أهلنا اللي هن بمراكز الإيواء لحاجتهم الطبية، شو اللي بيحتاجون احنا عم نحاول نلبيه بقدر مستطاع، وان شاء الله عم نقوم بهذا الموضوع لاكمل وجه ان شاء الله. خليني ارجع بس على نقطه جدا هامه، لا قدر الله في انتشار لامراض معينه، في تخوف، خليني اطمن العالم واحكي بصراحه شو عم يصير دكتور. هلا انتشار الحمد لله ما في هالانتشار، لكن نحن بمكان ما انه بالوضع الصحي الطبيعي، تمام. ما بدنا نحكي نحن بصراحه، تمام. الامور اللوجستيه الصحيه للنظافه للامور هيدي قد تكون ما انا متوفره بالشكل الكامل ضمن المراكز الايواء، ضمن المراكز، وهي عم قدر الامكان عم ينعمل هذا الموضوع حتى من الناس المختصين.
بالنسبة لنا متما ما نسمع بأي شيء من الأمراض الوبائية مباشرة فرق تقصي تطلع للمنطقة، الأدوية بتتحول مباشرة تتأمن في سبيل ما يزيد عنا أي شيء. يعني قدر الإمكان الجوازية كاملة على مدار 24 ساعة في سبيل ما يصير عنا شيء لا سمح الله كبير. لا سمح الله، يعني فيني طمن انه الحمد لله ما في انتشار؟ لا لا لا، اي حاله طبيه او اي حاله صحيه عم يتم علاجها أكيد. والدواء متوافر ان شاء الله. طيب خليني احكي ايضا عن ربما مجموعه الاعمال الاخرى التي تقومون بها بمراكز الايواء، نحن نتحدث عن شيء دوري او ربما يطلب منكم حالات معينه او في فرق، يعني في شيء منظم لفرق تتوجه الى مراكز الايواء باوقات معينه، ربما يعني يكون هناك فحوصات للناس او يكون هناك اخذ لبعض من طلبات الناس بتوفر ادويه معينه، بالتاكيد هي عم توصل بس ممكن في ناس عندها حالات خاصه. اكيد هلا اكيد السياره ما راح تكون مجهزه بكل شيء، قدر الامكان في ادويه معينه، واحيانا في حال طلب دواء معين قدر الامكان عم يتامن بشكل كامل. فرق التقصي او فرق البرامج الصحيه اللي هي بالحاله العاديه موجوده عندنا في دار برامج الصحه بالمديريه، اتجهت مباشره مع عيادات المترقلة او الفرق اللي عم تتوجه لمراكز الايواء لاستكمال برنامج اللي كان هو برنامج التغذية، برنامج اللقاح، يعني حتى هلا في اطفال بمراكز الايواء مشان ما يطلعوا برا برنامج اللقاح فرقنا عم تتوجه للبرنامج مباشرة. في مثل ما قلت لحضرتك في برنامج معين ومحاور معينة عم يعني بتطلع عليها السيارات، بالاضافة لهذا الشيء لما يعني لا سمح الله باي مركز ايواء في حالة إسعافية قد لا يكون السيارة أو الطاقم اللي قادر يلبيها مباشرة إسعاف إلى المشافي، هذا أكيد على مدار الساعة. كمان بدنا نهمل شغلة، هنا عندنا مراكز صحية بالأرياف، نحن أهلنا في كتير، نحن نحكي عن مراكز إيواء، أهلنا في كتير بالأرياف كمان مهجرين لجأوا لأهليهم بالأرياف، نحن كمان المراكز الصحية بالأرياف كمان حاولنا قدر الامكان توصلها الادويه، كل اللي متوفر عنا توزعناه بالمراكز الصحيه في سبيل تلبيه اهلنا بالمهجرين في الارياف. صح، خليني كمان نضيف معلومه كمان، يعني الريف صار عليه ضغط حتى يمكن من الناحيه الصحيه لانه الناس تخوفت من المدينه ربما اتجهت الى مناطق واسعه، فهذا صار ضغط يعني مش بس على باقي القطاعات ما ايضا على القطاع الصحي. القطاع الصحي يعني القطاع الصحي ليه ضغط رهيب صار، يعني الانسان اللي مجرد انه مثلا صار بيته حتى لو ما في شيء صار الخوف انه انا بيتي طابق كذا كذا لجأ لاهله بالريف، ناس بدها تدور على شيء ترتاح فيه نفسيا بالنهايه. دكتور سامر، يعني ايضا لاحظنا وتابعنا ونقلنا على الاعلام كان في مساعدات وامدادات طبيه قد قدمت للجمهوريه العربيه السوريه بعد كارثه الزلزال من قبل العديد من الاصدقاء والاشقاء. هذه المساعدات اللي قدمت شيء منها ربما قدم بالايام الاولى، وهناك شيء ايضا تم التعاون والتواصل ربما معكم اننا نحتاج الى هذه الماده او هذا العقار المعين، نحكي عن هذا الموضوع لو سمحت. طبعا بيعرف الجميع انه في وصلتنا مساعدات بناء على الوضع اللي نحن فيه مثل ما قلت حضرتك من الاشقاء والاصدقاء. بالبدايه وصلتنا ادويه، هي ادويه تعتبر تستخدم ادويه مستلزمات طبيه تستخدم في الحاله الحاده كادويه الاسعافات، ادويه التخدير، هالامور هيدي استخدمت. وبعدين الناس صارت الوفود اللي تجينا تجي يعني للنقاش ومستلزماتكم. طبعا ما بدنا نغفل نحن نقطه كثير مهمه، القطاع الصحي نحن عندنا استنزف، هذا الكلام ذكرناه ونرجع نأكد عليه في أكثر من مكان، القطاع الصحي استنزف، نحن الحمد لله قدرنا نمتص هول الكارثة اللي صارت، ولكن بأقل الأمور والمستلزمات اللي كانت عندنا، حاليا استنزفنا تماما سنوات الحرب الطويلة، الحصار اللي قالهم ببلدنا اللي حاصروا بلدنا من كل الجهات، ولكن القطاع الصحي كثير 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 تأثر. يعني أنا عندي مثلا أجهزة لها سنوات بدها قطع تبديل بسبب الحصار، أنا ماني قادر استورد أي قطع أبدا تبديل. أجهزة عم تستخدم خلص عمرها، هلا كل جهاز طبي له عمر افتراضي،
أنا خلص عمر الافتراض وأنا أستاذني عم أشتغل عليها لأنه ما عندي غيرها، ودي أخدم المريض، ودي أخدم الوضع الصحي لهذا المريض. يعني في من الأخوة والأشقاء والأصدقاء مروا لعنا شو مستلزماتكم، بلشت توصل أمور معينة. هلأ اجتنا مثلا سيارات إسعاف للوزارة لدعم وزارة الصحة، مستلزمات وأدوات للعمل الحالي في المشفى، على أمل إن شاء الله تجينا أمور إن شاء الله. هون تحديدا بدي أسألك عن هذا الموضوع دكتور صابر، يعني إحنا حكينا ربما المساعدات الإغاثية، الإغاثية الطبية ليست تصنف كنوعية أبدا، يعني كجهاز كقطع غيار ربما للتجهيزات موجودة عندنا. الآن بدأنا نعمل على هذا الأمر مع الأصدقاء والأشقاء. تماما، هلا اجوا لعنا الاصدقاء والاشقاء في جولات ميدانيه على مشافينا، يعني حتى شافوا بعينهم، ما انه نحن اللي شافوا بعينهم تماما على المشافي. راحوا على الوضع، راحوا على الجهاز، راحوا على الغرف العمليات، شافوا بعينهم كيف الوضع الصحي، وصار في كلام وحديث على انه بده يصير تثبيت، وان شاء الله امل من الله ان شاء الله يا رب. ايضا دكتور خليني احكي خارج مراكز الايواء، يعني انتم عندكم فرق جواله، عندكم حكينا عن مراكز الايواء، لكن ايضا موضوع ايضا هام انه في كثير من الناس اللي ربما تصدعت منازلها او حتى انهارت منازلها لم تتوجه الى مراكز الايواء، لا انما توجهت الى ذويها. تمام. من خلال عملكم الميداني، من خلال تواصلكم ربما مع الجمعيات، حتى مع الناس، عم نقدم ربما مساعدة طبية معينة لهؤلاء المتواجدين، يعني ممكن نشوف بيت في أكثر من عائلتين أو ثلاثة دكتور صابر، خصوصا في الأرياف حاليا. هذا الكلام برجع بأكد، أنا ذكرت كلمة أنه المراكز الصحية تدعمنا تماما، مثل الفرق الجوالي موجود فيها كل شيء، بكافة الأمور الموجودة بالعربات النقالية، المراكز الصحية تم دعمها في سبيل نقدر نغطي، لأنه الناس الله يعينها. يعني أيضا خليني أحكي عن ناحية الفحوص ربما دكتور، يعني في ناس ربما ما عم بحكي عن بداية الزلزال لما الناس تخوفت من المياه وكان في طمأنة من مديرية المياه والموارد المائية، لأنه أنا عندي يوميا فحص لهذه المياه وهي عكارة بسبب الزلزال. خليني احكي عن ربما المياه الشرب، نحن اللي عم زود المدارس ومراكز الايواء عم زودها بمياه شرب كلها صالحة للشرب، هل يكون هناك فحوص؟ انا زودت خزانات جديدة، انا عم بحكي من باب الطمأنينة دكتور بالتأكيد. هلا نحن كقطاع صحي يعني دوما في اجراء وفحص للمياه دوما بشكل دوري، تمام، بغض النظر عن الوضع اللي نحن فيه، دوما في فحوص للمياه، او اذا اجانا اي اخبار يعني او شيء معين يتم بالاضافه لمديريه المياه كمان بتقوم بهذا الفحوصات، مثلا امور الكلوره للمياه دوما موجوده، دوما بنفحص هذا الموضوع، ما الامور الوبائيه اكثر ما تنتقل يعني هو دكتور دوما اي حاله ممكن تصير، يعني قامت مديريه الصحه فرضا بفحص المياه في المنطقه الفلانيه بعد الزلزال بيصير في تخوف، تماما خلينا ناكد انه هذا لا موضوع قبل وبعد وبعد، هذا دوما دوما اكيد بشكل دوري، بشكل دوري تماما، في فرق تقصي لهذه الامور مباشره، يعني فرق التقصي تبعنا فرضا حتى سابقا قبل الزلزال فرضا في حالات كذا، حال التهاب كبد، فريق التقصي مباشره بتوجه روح ياخذ عينات، تتوجه العينات على المخابر كذا، دراسه بدها تكون على اعلى مستوى. تمام، هلا انا بختام لقائي مع حضرتك دكتور بدي ارجع اكد على معلومه جدا هامه من اجل ربما يعني دائما الشائعه مخيفة جدا خصوصا إذا كان هلأ سلبية وليست إيجابية. الأمراض لا يوجد انتشار، تعالج كل الحالات، وإذا ممكن أعرف ربما بعض من أسماء الحالات اللي أنتوا عالجتوها، يعني كان عندي التهاب كبد شيء أو كان عندي هلأ بصراحة شوي يعني بسبب الوضع للنظافة وهالأمور هيدي مثل الحالات جرب في بعض بمراكز عدد محدود يعني هلأ الهم والاهتمام تأمين الدواء ولكن كمان تأمين المياه للنظافة. صح، يعني ما بيكفيني أنا هون الدواء، الدواء أمنته بس بدي نظافة، بدي الحمام. هون الموضوع كتير، هذا كتير شغلة مهمة للمريض للموجودين بهالمناطق هذه. يعني كتطمين جميع الحالات تم احتواء عليها إن شاء وهي تعالج إذا الله رأى، وما في الحمد لله نقص بالمواد بحاجة عالج فيها هاي الأمراض ممكن تصير وبائية، لا إن شاء الله عم تتأمن قدر الإمكان عم تتأمن الحمد لله رب العالمين. دكتور سامر بدي أتشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضرتكم، شكرا.
يجدر بالذكر مشاهدينا أن في مكان تصويرنا هنا توفي زميلنا المخرج حمزة مخلوف وعائلته نتيجة كارثة هذا الزلزال المدمر. الرحمة لروح الزميل حمزة ولكل ضحايا زلزال 6 شباط 2023 والشفاء العاجل للمصابين والعودة للناس لمن تضرروا ومن هم متواجدون في مراكز الإيواء إلى أماكن سكن دائمة وفي القريب العاجل. شكرا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بألف خير.